السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع المسيلة لنقف على العملية تاع وضع حيز الخدمة والافتتاح تاع الطريق الاجتنابي لمدينة بوسعادة. هذا الطريق الذي تم إنجازه مؤخرا ويعني كان فيه عملية تاع ازدواجية تاع الطريق وتوسيعه وتحسين المسار ديالو. هذا الطريق اللي احنا كمتتبعين ومراقبين للشأن الاقتصادي في الجزائر نعتز بمثل هذه الخطوات الكبيرة، يعني لأن عنها الجانب الإنساني تاعها لما مهم جدا، لما يعني هذه الطرقات تشكل من خطر على العائلات والإنسان الجزائري. إذا احنا نفرح كل ما يكون فيه إنجاز طريق مزدوج وافتتاحه ووضعه خيز الخدمة. إذا نخليكم تتابعوا هذا التقرير حول الطريق الاجتنابي الجديد إذا ولاية مسيلة على مستوى بلدية بوسعادة. أترككم تتابعون والسلام عليكم. التي تحمل ثقل التاريخ وتلقي به على مسؤوليها ليعطوها ما تستحق من تنمية وتهيئة. وجه المدينة أصبح مغايرا أمام من يمر منها، فيسهل عبوره بعد دخول الطريق الاجتنابي الجديد حيز الخدمة، وأمام من يزورها فيجد زحمة السير تلاشت بفضل هذا المشروع الذي استبشر به الساكنة. قريب غير من البراج تاع الديس للخرجة تاع بوسعادة ندير واحد الساعة مع الطوموبيلات مع أصحاب المطوات، كنا نعانيو صراحة. الحمد لله درك هذه حاجة مليحة والله العظيم، حاجة تشرف، حاجة مليحة. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. مسافة كبيرة ولدودان والكومبروما هذه تاع بوسعادة لداخل ما تخرج بساعة ونص، دوكا 10 دقائق كما قال خويا نخرجوا للديس منها. الطريق ربي يبارك مليحة ما شاء الله، طريق جديدة ونضيفة وزيدات تختصر حتى الوقت. سوزونيك ماين مليحة بزاف كاع، تروح من هي في البلاج تظل تسي جنابك، احنا ما تسي جنابك. نهن سكان ولاية المنتدبة لبوسعادة وكل مواطنيها ليكون ليسهل حركة المرور، كي نقولوا يسهل حركة المرور يعني يسهل حتى الجانب يعني السياحي لولاية بوسعادة المنتدبة، وليكون عندهم اطلاع أكثر حتى على المواقع هذه السياحية اللي متواجدة في هذه الطريق. يعني من ضاحية المدينة التي تطوقت بعقد تنموي إلى قلبها، مشروع آخر انتظر طويلا وتحقق ليبدد اختناق المرور في نقطة هامة ببوسعادة ويزيل ندبة عن وجهها الجميل بعد استكمال أشغال النفق الأرضي بوسط المدينة. كلي كانت هنا سيركيلاسيون كبيرة وباش تفوتي يحبلك يضرك، الحمد لله بعد كيف تقولوا لا تريمي هكا سي صا، هذه تفك قدام المشكل. فيها السيركيلاسيون بزاف بروبليم تاع الطريق هذه، تسمى كي داروا النفق هذا نورمالمون يسهل الامور. في التنمية بوسعادة وسكانها يقولون هل من مزيد، وأدراج مشاريع التنمية تعد بالعديد خصوصا بعد أن رقيت إلى ولاية منتدبة.